مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج من سيزرع المليون. كل سنة وانتم طيبين وكل سنة وانتم بخير إن شاء الله، والأزمة اللي احنا فيها تمر بسلام وبخير في ظل فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 والحجر الصحي لكثير من القرى والحجر الإجباري والذاتي من الكثير من المواطنين وحظر التجوال لمدة 12 ساعة في اليوم أو أكثر أو أقل. ناس كتير زهقت من القعدة في البيت، هل الناس دي فكرت ان كلها مساحة من الارض في حتة زراعية في مكان فيها ونقي وفي متسع من الارض ويقعد فيه ويقضي فيه في الفترة دي، مكان يزرع فيه خضار كويس أورجانيك، مكان يلعب هو والأطفال فيه في الحديقة بتاعتهم، مكان يزرع فيه أشجار نخيل، أشجار رمان، أشجار جوافة، يعمل بيت صغير حلو ويقعد في البراندة بتاعته. هل ناس فكرت إنها تعمل الخطوة دي أو تاخد الخطوة دي؟ الحقيقة في ناس كتير فكرت في الخطوة دي وأنا منهم، إن احنا نقعد في مكان بعيد عن الزحمة، بعيد عن المدينة، بعيد عن الناس ده، الزحمة المدن، خاصة في ظل ظروف ممكن نتعرض ليها في أي وقت زي اللي احنا موجودين فيه دلوقتي. الناس كلها موجودة في البيوت، موجودة في المنازل، محبوسة مش عارفة تطلع، خايفة من الزحمة، خايفة من المترو، خايفة من عربيات المواصلات، خايفة من الإصابة بالفيروس. لكن لو كان ممتلك نص فدان أو فدان أو اتنين فدان في مكان في وادي النطرون، في الفيوم، في المنيا، في العالمين، وعامل في استراحة حلوة وراح قاعد هناك، أعتقد كان الوضع مختلف. موضوعنا النهاردة إزاي ممكن يبقى في فدان للعيلة. فدان للعيلة دي مبادرة أطلقتها شركة أفرولاند لإدارة المشروعات، من الشركات الكبرى في مصر لاستصلاح الأراضي وإدارة المشروعات الزراعية والاستثمار في الصحراء. هذه المبادرة أو هذا المشروع اللي أطلقته الشركة في الكثير من المميزات في أكثر من 6 مواقع في مختلف أنحاء الجمهورية، في الصعيد وفي وادي النطرون وفي العالمين وفي الأقصر والفيوم وفي أكثر من مكان، حتى مدينة سفنكس الجديدة. الحقيقة أنا عن نفسي كشعبان فكرت إن أنا أروح أستثمر في المشروع ده وأخد مساحة من الأرض، خاصة مع التيسيرات اللي بتديها الشركة لعملائها، باعتبار إن إحنا كمصريين كلنا ممكن نفكر وناخد خطوة جدية إن إحنا نروح ونشوف الأماكن هناك ونعين بنفسنا، ويبقى لكل عيلة فدان. فدان ده يعمل فيه استراحة صغيرة ويزرع فيه مساحة شجر ويزرع فيه شوية أشجار زينة ويعمل جنينة صغيرة ويعمل الفدان ده كل واحد حسب المزاج بتاعه، حسب الخريطة اللي في دماغه. احنا الحقيقة معنا الأستاذ عادل زيدان، أحد المستثمرين في المليون ونص مليون فدان، أحد هواة الاستثمار في الأراضي الجديدة، والحقيقة أحد مقتحمين الأراضي الجديدة، مش بس في وادي النطرون ولا في اسكندرية، لا في غرب المنيا وفي العالمين وفي كل حتة ليه علامة مميزة. احنا معنا الأستاذ عادل زيدان، رئيس مجلس إدارة شركة أو مجموعة شركات أفرولاند. أستاذ عادل، يا أهلا الشعبان، أهلا بحضرتك وحمد لله على السلامة أولا، وربنا إن شاء الله يتمم شفاك على خير وتقوم لنا بالسلامة ونشوف حضرتك في كل الأراضي الجديدة وفي كل المشاريع الجديدة في غرب المنيا والعالمين والمغرى ووادي النطرون، وإن شاء الله تكون دايما بصحة وبعافية دايما يا رب. الله يبارك فيك، انا بشكر حضرتك على المقدمه الرائعه دي. ربنا يخليك يا استاذنا. طبعا كل سنه ومصر كلها طيبه، وربنا ان شاء الله باذن الله ينجي مصر ان شاء الله باذن الله من هذا الوباء. وطبعا يعني المصريين شعب عافي وشعب صبور وشعب دؤوب وشعب يمرض ولا يموت، لأنه شعب يعني ربنا سبحانه وتعالى اختصه بأن يكون يعني على الأرض اللي ربنا سبحانه وتعالى كرمها وجعلها أم القرى وأمن اللي فيها وأمن داخليها، يعني وهي المكان الوحيد اللي نفذ صوت المولى عز وجل من أقطار السماوات إلى أقطار الأرض على جبل الطور، وجعلها ربنا سبحانه وتعالى كنانة الله في أرضه. فمصر بلد عظيم وبلد
محروس من قبل الله عز وجل. وطبعا احنا طبعا وشعبه وشعبه يا استاذ شعبه يا استاذ عادل عنده اراده، وفي وقت الازمات بيكون متلاحم ويكون مترابط. يعني نماذج كتير ومبادرات كتير الحقيقه كانت في مصر خلال الايام اللي فاتت دي، بينت مدى قوه الشعب المصري ومدى عظمته. طبعا ومدى يعني وحدته. واولا يعني الاول طبعا في ظل الازمه اللي احنا بنعيشها دهيت، احنا بنشكر القياده الحكيمه، القياده السياسيه الحكيمه، وبنشكر كل مؤسسات الدوله. واذا كان زي ما بيقولوا اي دوله في العالم ليها جيش، فمصر ليها 1000 جيش. صح، عندنا فعلا. جيش اخضر وبيزرع وبينمي وبينتج، وعندنا جيش ابيض بيحافظ على الناس، عند كل القطاع الطبي بكل تدرج وظائفه، وعندنا جيشنا المصري، وعندنا شرطتنا العظيمه. وطبعا ان شاء الله باذن الله شعبنا شعب واعي، وان شاء الله باذن الله هيعدي من الازمه. ان شاء الله يا فندم. يا رب ان شاء الله. بالنسبة يا فندم كمان، يعني الدولة بتشتغل أجهزتها المختلفة ومؤسساتها، جيش، شرطة، مستشفيات، وزارات كمان. يعني احنا شايفين شغل للمزارعين وشغل للمستثمرين الزراعيين في الصحراء. فيروس كورونا ما أثرش عليهم، وبيعتبروا هم الفئة الوحيدة اللي بتشتغل دلوقتي. وفي ظل الشغل ده، في مبادرة ومجموعة تيسيرات بتشمل مجموعة تيسيرات وهي فدان العيلة. عاوزين نعرف من حضرتك يعني ايه امتلك واستثمر واسكن في باقة فدان العيلة. والله بص حضرتك، انا عشان حد انا فانا عشان نشأت في بيئة ريفية وفلاح، وفي الفلاحين عندنا دائما مفهوم الانتاج ومفهوم الاستثمار دايما بي 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 بيبقى نابع من قلب العيلة. يعني دايما عندنا في بلادنا لما يبقى في أرض، فالأرض دي بتبقى أرض العيلة، تلاقي الأب شغال والابن شغال والأم شغالة، واخد بال حضرتك؟ تمام. وبيبقى كلهم بيلتفوا حوالين حلم واحد، وهي الأرض، هي اللي بتربينا، وهي اللي بتصرف علينا، وهي اللي بتدخلنا المدارس، وهي أنت معايا حضرتك؟ مع حضرتك فعلا. فالنهاردة كل عيلة في مصر يعني احنا بنتمنى لها في الشركة عندنا، واحنا شركتنا الحمد لله نشأت بفكر شباب أراضي التحدي جاء لتحطيم مقولة من نحن لكي نفعل. فعلا بنؤمن بأن مصر بلد غنية وفيها خزائن الأرض، بنؤمن بأن الزراعة هي أساس الحياة. فعايز أقول لحضرتك النهاردة بقى في ظل الأزمة اللي احنا فيها دي نقدر نخلق فرصة. الفرصة تيجي منين؟ الفرصة تيجي من ان احنا كل عيلة يبقى لها حلم. الحلم ده حلم في مشروع، حلم في سكن، حلم في حتة أرض، حلم في مزرعة إنتاج حيواني، في مزرعة إنتاج داجيني، حلم في مزرعة إنتاج سمكي، حلم في قعدة، حلم في قعدة حلوة كده، في استراحة حلوة بعيد عن الزحمة وبعيد عن المشاكل. بالظبط. يمكن كلنا دلوقتي بنتمنى نطلع في مكان هادي وبسيط بعيد عن الزحمة في حدث زي اللي احنا عايشينه ده. تمام. فاحنا بنشتغل على حل، على دايما على تحقيق احلام العيله. احنا نلم العيله في مشروع، نلم العيله في مزرعه، نلم العيله في فيلا جوه مزرعه بسعر شقه. فالحقيقه الايام اللي احنا فيها دي هي اكتر وقت الناس بتقضي فيه وقت في العيل مع العيله. يعني الاقرب الاسره دلوقتي بيقضي وقت كتير جدا مع عيلته، واخد بال حضرتك؟ واكيد بيتدارسوا بينهم فرص ضاعت عليهم وما استغلوهاش، واخد بال حضرتك؟ قبل كده بيقول لو رجع بينا الزمن صح، كنا اشترينا حته ارض عملنا فيها مزرعه، ولا عملنا فيها مشروع انتاج حيواني، ولا مشروع انتاج دجيني، نقدر يعني كنا نصرف منه في الايام اللي احنا فيها دي. فعلا. فاكيد كله النهارده بيقعد وبيحلم في مكان يلم فيه عيلته. معايا حضرتك؟ فاحنا النهارده مؤمنين ان كل ازمه جواها فرصه. فعلشان كده طرحنا مشروع فدان العيله على انه مشروع يلم كل العيله في اقل مساحه ممكن الناس تقدر عليها. وقدمنا فيه تسهيلات انه المقدم فيه بيبدا من 35%، والقسط الشهري بيبدا من 775 جنيه والاقساط بتوصل لسبع سنين في اماكن مختلفه حسب
يعني اقرب ما تكون اقرب لمحل اقامه المستثمر او رب العيله او رب يعني الاسره احنا عندنا حوالي 6 أو 7 مواقع. بالظبط حضرتك، وباشكال مختلفه. يعني في مكان يعني حتى من ضمن الكلام كمان ان انت ممكن تاخد الفدان تزرع فيه، واحنا نوفر لك مكان موجود تعمل فيه مشروع الانتاج الحيواني من غير ما تبني مثلا، يعني بدل ما تكلف نفسك انك تبني عشان تعمل مشروع انتاج حيواني، لا احنا عندنا المكان بمكان مجمع بيشيل اكتر من 100 راس مثلا في الانتاج الحيواني. عندنا عام معابر للانتاج الدجيني تقدر تخش تستثمر فيها، مش شرط تكون عندك تكون معاك فلوس تبني، يعني بنقلل عليك تكلفة المباني دي وتخش تستثمر في العنابر اللي جاهزة عندنا، بالإضافة إنك بتاخد الأرض تزرعها منتج مثلا اقتصادي زي النخيل البرحي، زي زي زيتون الرمان، زي زي ال اه الزيتون، زي تعمل فيه مثلا عنبر، تعمل أبراج حمام، تعمل تزرع فيه زراعات تقليدية زي الطماطم، زي البطاطس، زي البدنجان وخلافه، واخد بال حضرتك؟ فطبعا احنا بيشرفنا احنا كشركه طلعت من طين البلد دوت، وتاسست على ايد مجموعه من الشباب عندهم طموح مؤمنين بقضيه ان قضيه الاصلاح الاراضي اصبحت ذات اولويه اولى. النهارده كلنا بنفكر ازاي هناكل وازاي ننتج غذائنا، فعلا والحقيقه القياده السياسيه من يعني كان من ضمن المشروعات الهامه بالنسبه لها هو مشروع 1.5 مليون فدان، علشان هم شايفين ان بلدنا بلد زراعيه واحنا محتاجين نزرع عشان ننتج غذائنا. فعلا فيعني تمشيا مع هذه السياسه، مع سياسه زراعه الاراضي ووفق نظام تشريعه الدوله، والنهارده احنا شايفين ان البصل السنه دي اتصدر ووصل يعني طن البصل او شوال البصل بقى قد برميل البترول صح. على حضرتك ثمنه، ده واخد دلوقتي بالك؟ هو المنتج الزراعي هو اللي يعني اللي مسيطر في الأسواق كلها. النهارده البطاطس بدات تتصدر، كان في ازمه في البدايه في قله اسعار البطاطس، وكان في خسائر للمنتجين. دلوقتي الحمد لله اتفتح باب التصدير وبدات الناس تصدر، فالفتره اللي جايه ان شاء الله مصر باذن الله زي كلنا ما سمعنا من تنبؤات الدكتور طلال ابو غزاله بان مصر ان شاء الله في إن شاء الله 2034 او 2030 هتكون سادس اقتصاد على العالم باذن إن الله، شاء الله وترجع ودي سلة تقارير غذاء العالم عالميه تاني يا فندم. مش هتكون الا بالزراعه ومش هتكون الا بالانتاج والتصدير. فاحنا شايفين ان فرصه فدان العيله فرصه لكل عيله وكل رب اسره يلم العيله فيه ويبقى استثمار للعيله ولعيله العيله، يكون للاستثمار، يكون للاستجمام، يقدر يبني فيه استراحه صغيره او شاليه صغير، يقدر يعمل مشروع انتاجي سواء مشروع انتاج حيواني او دجيني او سمكي او منحل، واحنا يقدر يعمل ان فيه شاء الله برج كمان يا حمام. استاذ عادل ان احنا يكون لينا كبرنامج زيارات لبعض النماذج نتمنى في زيارة اكتر حضراتكم من في محافظة الموقع وتشوفوا النماذج ان اللي شاء اتعملت الله. في ان ده، شاء البيوت الله الاب والبز الجميلة، زراعة النخيل البرحي بتزرع في الفدان حوالي 65 نخلة، مشروع كبير. ما النخلة في خلال 5 سنين او 6 سنين بتجيب معاك من 3 ل 5000 جنيه، يعني ممكن من فدان نخيل تقدر تعمل 300,000 جنيه في السنة ان انت شاء الله فدان نخيل يا فندم. برحي. انا بشكر حضرتك علشان يكون لنا زيارات كمان من كل المعلومات مره واحده، مش هينفع. ان شاء الله نيجي للمواقع الخاصه بمبادره او مشروع فدان العيله ونشوف تحت امر سعادتك واسره البرنامج، ونتمنى زيارتكم، وشكرا على المداخله وشكرا لحضرتك على ان الاهتمام. شاء الله يا فندم. شكرا جزيلا لحضرتك الاستاذ عادل زيدان، رئيس مجلس اداره مجموعه شركات افرولاند، يعني مهندس صحفي، اي حد صاحب وظيفه او مش متوظف ممكن يروح يستثمر وياخد الفدان العيله ويشكله على مزاجه. احنا كمان معانا الاستاذ محمد فتحي المدير التنفيذي لمجموعه شركات افرولاند. استاذ محمد اهلا وسهلا يا فندم. اهلا اهلا بحضرتك. يعني في دقيقه ببساطه، لو انا حابب احصل على فدان العيله من شركه افرولاند، ده السؤال اللي كل الناس بتساله دلوقتي، ازاي ممكن شاب او مواطن يوصل لشراء فدان العيله من الشركه؟ اول حاجه يشفشف جيبه
اهم حاجه الشخشخه دي. لا بس هم بص يعني ما تصدمش الموضوع بالشخشخه عشان الناس بتخاف. خلي مرحله لا طبعا الشخشخه ده في اخر حاجه. بعدين خليه مرحله ثانيه. هو اول حاجه طبعا يشرفنا عندنا في المكتب تمام عشان نفرجه على الافلام. احنا بنعمل حاجه جديده الحقيقه، بننقله الموقع جوه شركتنا. يعني احنا تمام مصورين افلام للمواقع كلها ومراحل العمل فيها ومراحل الناس اللي جت اشترت. اول ما اشترت الارض، وبعد كده لما عملنا له الري، وبعد شويه عملنا له زراعه، بعد شويه حطيناه له البيت، لغايه ما اكتملت في الاخر فكره المزرعه الكامله اللي هي فدان العيله ده في الاستثمارات. طبعا هو ما بيقدرش يعمل كل الاستثمارات مره واحده، فاحنا بنعملها له خطوه خطوه حسب البادجت بتاعته. يعني في فاحنا ماشيين تيسيرات معاه واحده بتقدمها، واحده. في تيسيرات كتير بالظبط بتقدمها كده. الشركة النهارده انت للعملاء. اتملكت الارض معايا، تعالى كمان اعمل لك بعد شويه لما توصل 50% مثلا، تعالى نعمل لك كمان شبكه كبيره لكل الحاجات اللي هتزرعها بعد كده، وبدي لك خيارات. عايز الخضار ده له تكلفه قد كده وهتربح منه قد كده. وكمان عشان ما يبقاش بنجرب في الناس، عملنا في كل موقع من مواقعنا خدنا نموذج. فدان الى نموذج زرعنا فيه زراعات ناجحه. يعني حسب نوع زي التربه حقل النوعيه تجارب كده يا باشمهندس. بالظبط. انا مش عايز اقول كده بس هي فعلا انت قلت اللفظ الصح، حتى تجارب عشان ما نجربش في الزبون، فيجي يلاقي علشان دراسه يعرف الجدوى يزرع بتاع ايه يعمل الخيار ايه. حقيقيه قدامه وهو ماشي هياخد الخيار فعلا. وهيدوقه أو وهكذا من كل انواع الخضار انواع الفاكهه تفضل حضرتك. فيبقى هو واولاده، احنا افتقدنا الجزء بتاع الزراعه مع الاولاد. كلنا فعلا طبعا لنا خلفيه ريفيه بس افتقدنا ده في القاهره الحقيقه، مع سرعه الحاج شايف الوقت والزمن والاولاد والمدارس وتنوع المدارس الدوليه والامريكيه وغيرها، بقى في فقد للموضوع ده. فاحنا بنحاول نرجع ده تاني بزياراتهم معانا المواقع، او لما بيشوف الفيديوهات بتعجبهم ويشوف العمال وهم بيلموا الفاكهه، هم كمان يقدر النهارده يجي ويشوف الفاكهه ويقطفها معانا او الخضار. اخبار حضرتك. فاحنا النهارده بنرجع الحته الجميله دي تاني للعيله بنرجع الحقيقه. القرى البديلة، يعني احنا بنعمل حاجات نماذج كده للناس يعني تتمزج فيها. بالظبط. الحاجه الثانيه كمان مش بس استمتاع، كمان استثمار. نقدر نقول له في عائد على الاستثمار هيجي لك، والحسبه موجوده ونفذناها في المواقع بتاعتنا في حقول تجاربنا احنا. الحياه المزدهره، لان زي ما حضرتك عارف دلوقتي العقار نازل شويه. والاستثمار الزراعي برضو ضعيف شويه الحقيقه معنا في استاذ محمد فتحي. الاستثمار. انا بشكر حضرتك جدا استاذ محمد فتحي المدير التنفيذي لمجموعه شركات افرولاند، وبنعتذر علشان في احنا متاخرين في الوقت، وان شاء الله كان في بعض الموضوعات التانية لكن هنناقشها الاسبوع المقبل مع ضيوف من سيزرع المليون. مشاهدينا يا ريت نغتنم هذه الفرصه، فرصه فدان العيله. انا جاي مخصوص النهارده ومنبهر بالمبادره، وان شاء الله انا هشارك في المبادره دي، وبدعو كل الناس انها تشارك فيها، وخاصة في ظل الظروف اللي احنا موجودين فيها. انتظرونا ان شاء الله الخميس المقبل، ومعكم شعبان بلال، برنامج من سيزرع المليون. انتظرونا.